اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده يا جماعه كده عندنا رده فعل مباشر على ماتش الهلال واوراوا اياب نهائي دوري ابطال اسيا، وان شاء الله يا جماعه الهلال النهارده يعملها ويتوج بالبطوله. اي نعم اول ماتش اللي فات خلص 1-1 وكان على ملعبنا، بس نقول ايه بقى يعني الحمد لله. بس ان شاء الله يا جماعه الهلال وشخصيه الهلال قادر ان هو يفوز هناك في اليابان. ماتش بصراحه كده من وجهه نظري مش هيكون سهل خالص على الهلال، لان طبعا زي ما احنا عارفين في غيابات كتير، في سالم الدوسري طبعا عشان خاطر الطرد، في سلمان الفرج اكيد مش هيلعب، ده غير طبعا الاجانب. فانا اتمنى النهارده اللاعبين يكونوا على قدر المسؤوليه وباذن الله يعني يكونوا رجاله في الملعب ويعرفوا يكسبوا الماتش، عشان يعني بصراحه ما ينفعش. يعني بقى هنتفرج على الفيديو مع بعضينا، بس طبعا بقى نبتدي ما تنسوش تعمل لايك، يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسر الزر لايك في السريع شباب، عايزين بس نوصل الفيديو دوت لحد 1000 لايك. ما نشوف بقى هنعملها ولا لا. طبعا لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. ويلا بينا يلا يا عم. الفريقين نزلوا، ان شاء الله يا جماعه باذن الله الهلال يعملها النهارده ويتوج بالبطوله باذن الله. باذن الله التوفيق يجي من عند ربنا والهلال يكسب الماتش، عشان بصراحه محتاجين فرحة يا جدعان بجد. لبلاهي مشائيل وكانو وعطيف والحمدان وكريو عوده حميده محمد البريك وسعود ويجالو والمعيوف. اتمنى لبلاهي النهارده اكون فايق، ما بقاش فيه غلطات يا جدعان. جماعه مش عايزين غلطات، ابوس ايديكم. طبعا ما مش هقول لك كتير، يعني لايك سبسكرايب شير، روق علينا يا جماعه، عايزين بس القناه تكبر وتوصل لاكبر عدد من الناس. اتمنى يعني لايك 1000 لايك زي ما قلت، وشير كتير باذن الله. جماعه مش عارف اختيار الحمدان موفق ولا مش موفق بيه، بس للاسف يعني ريمون دياز مجبر على التشكيله ديت، زي ما اغلبيه طبعا النجوم او اغلبيه المحللين قالوا كده فعلا، ان ريمون دياز مجبر على التشكيله ديت، ما قدموش حلول تانية. طبعا غياب سالم الدوسري ليه تاثير كبير في ماتش زي ده. ابتدى الماتش يا جدعان، ان شاء الله الهلال يعملها. مش عارف بس بيقطع من اولها ليه. مشيت. لا 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 لا, لا, لا. حرام. اجاله اجاله حرام. ايه يا حكم؟ بص على فكره الجون دخل في حمدان، يعني حمدان زق الكره من قدام الجون. يا عيني يا اجاله. بص 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 الحمدان هنا اهي، بص بص الحمدان زق الكره اهو، زق الكره الحمدان. بس يعني الحمد لله شكلها بدايه مبشره بالخير. لا لا بصراحه ما يحسبهاش ضربه جزاء يا جماعه، ما ينفعش يحسبها. اليابانيين كتير قوي في الاستاد كده يا جماعه. مع فريق اوراوا بصراحه يعني ما اقولكش 11 لعيب كلهم في نص ملعبهم، الفرقه نازله تدافع بس، مش نازله تلعب كوره، نازله تدافع ورخم على الهلال بس. يا عيني يا بريك، يا عيني يا بريك. مشال مش يا جدعان قريبه، اقسم بالله والله العظيم قريبه قريبه بجد. عملت كل حاجه يا بريك، بس اعمل عرضيه عدله يا بريك. بص قيمت الواد وزحفت الواد على الارض، اعمل عرضيه عدله يا بريك. في كان وفي جالو الاثنين موجودين. يلا الحمد لله خير خير، بس والله قريبه قريبه بجد. يعني نفس اسلوب اللعب بتاع الماتش اللي فات بالظبط، فريق اوراوا نازل يدافع بس مش نازل يلعب كوره. بس الفكره في ايه؟ يعني الحمد لله حتى الان الهلال افضل والريتم بتاعه اسرع شويه من الماتش اللي فات بكتير قوي، بكتير جدا. يعني جماعه بجد من وجهه نظري الماتش دوت كان عايز لوزيانو فييتو. فييتو فردي بيشتغل كويس قوي وبيقدر يحل في وسط الزحمه، يعني فييتو بيحب الزحمه وبيعرف يعدي وبيعرف يستغل قدراته وبيلعب بشكل كويس جدا في الماتشات المقفله دي بالذات. بريك مش قايل يا مش قايل كريو. طب ايه حد شوت 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 يا جدع، حرام حرام والله يا مش قايل حرام، قريب اقسم بالله يا جدعان. يا عيني يا مش قايل عطيف عطيف. ايه حكم؟ طب ايه يا جماعه؟ ايه مش تيجي يا كريو؟ يا جدعان. يا عيني يا كريو. لو لبست يا مشايل، لو لبس الجون يا مشايل، حرام يا مشايل حرام. حمدان يا حمدان ولا جنج يا جماعه، ما حدش بيطلع ليه؟ ده احنا اطوال. يا بلاهي انت طويل، يا بلاهي انت واجاله وكانو. حمدان يا جدعان في 5000 عرضيه ما حدش بينط. الهلال خارق اوراوا خانقه خانقه مش طبيعيه، بس ان شاء الله يكون قريب. واد مشايل عامل شوت كويس قوي الله اكبر عليه، والحمدان برضو حد يطلع. يا جدعان يا كانو انت طويل على الفاضي يا كانو. ايه يا بلاهي يا بلاهي، حرام عليك يا بلاهي يا بلاهي، المسها برجلك يا بلاهي. لا يا جدعان لا يا جدعان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عيب يا كريو يا جدعان، عيب يا جدعان يا جدعان، عيب اقسم بالله عيب عيب. لو دخلت لنا جون زي ده الحمد لله. ده بص الكره راحت في العارضه فين الواد تقريبا، لو قصد يحطها في العارضه مش هيعمل كده. يا لهوي ده كره جون اكيد. الفريق كله بيرجع مره واحده في ثانيه لثانيه، ما تفهمش سرعه قوي يا جماعه بجد، بسرعه بطريقه مش عاديه. يابانيين بقى هنقص منهم ايه؟ سعود سعود بتعمل يا سعود يا سعود بتعمل، الله يهديك يا سعود. كانو يا كانو الله يهديك يا كانو، بتقلب على الهوا. اطيف اطيف شوت يا عطيف، علقت ليه عطيف؟ كانو يا جدعان يا جدعان يا جدعان، حرام عليكم حرام عليكم اقسم بالله، حرام يا سعود يا سعود، حرام يا سعود، بتعمل ايه يا سعود؟ يا عيني يا كريو يا عيني يا كريو، كارت 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 كارت، اديله كارت على طول. كريو عامل ماتش يا جدعان عالمي اقسم بالله، مفتقدينه من الماتش اللي فات، من الماتش اللي فات. يا دياز بتعمل ايه بس؟ الله يهديك يا دياز، منظومتك يا دياز كلها قايمه على كريو بصراحه، اقسم بالله قايمه عليها من بدايه الموسم. تيجي في ماتش نهائي ما تلعبوش؟ الله يهديك يا
سعود يا ابو حميد. الله يهديك يا اخي. اليابانيين بيطلعوا، اليابانيين هم اللي بينطوا مش احنا. ليه؟ واحده قاعد لك كريو كريو. اوه يا كريو، حلوه كريو والله، حلوه حلوه حلوه، صوت من بعيد كده حلو قوي 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 بجد. ياه يا جدعان، اه لو لفت في الجون، لو لفت في الجون يا كريو. حد يطلع يا جدعان، 50 عرضيه اتعملت، اقسم بالله 50 عرضيه اتعملت، كتير قوي كتير كتير، ومحدش بينط، كان طويل على الفاضي. ريمون دياز شعره هيقع. الله يهديك يا كوري، عملت باصات النهارده غلط بطريقه مش عاديه، يعني مش عارف كميه ميس باصات طلعت منك النهارده كتير قوي. خلص خلص الشوط الاولاني، نشوفكم يا جماعه ان شاء الله الشوط الثاني. بس والله بجد الهلال عمل شوط اول حلو جدا، بس الحمد لله باذن الله الهلال يرجع باذن الله. جون واحد بس هيفرق معانا في الشوط الثاني يا جماعه، جون واحد بس ان شاء الله الهلال يعملها باذن الله. فرقتين نزلوا يا جماعه الشوط الثاني، ان شاء الله باذن الله الهلال يعملها في الشوط ده ويكسب الماتش وباذن الله يتوج البطوله. طبعا بقى مكمل معايا في الفيديو، لايك سبسكرايب شير، والبس من اولها بيقطع. طبعا يا جماعه بعتذر ليكم لو الصوت مسابق الصوره شويه او حاجه زي كده، او في تقطيع شويه في الفيديو، للاسف يعني الامكانيات مش افضل حاجه، يعني بنصور بامكانيات على قد شويه، فعشان كده يعني بنعتذر ليكم. صراحه يا جماعه فريق اورا منظم جدا دفاعيا، فريق رخم، عامل تكتل دفاعي مش طبيعي على الهلال. فباذن الله ريمون دياز يدير الماتش كويس، محتاج راس حربه تاني ينزل. يا شباب يا شباب، يا نهار اسود يا جدعان، حرام اقسم بالله حرام، والله العظيم حرام يا جماعه، والله حرام. بص الجون جاي امتى؟ جاي في الشوط في اول دقيقه، في اول ثلاث دقايق في الشوط. هنا سعود، يا سعود سايبه، يا سعود بص سعود يا جماعه في ايه؟ حرام والله، الحق الحق، الكره لفت ازاي؟ وكريو، يا لهوي يا كريو على حظك النحس يا كريو، يا لهوي يا كريو على الحظ يا جدعان والنحس، والله العظيم حرام، والله العظيم حرام، والله حاجة زي الزفت، حاجة تقرف، أقسم بالله حاجة تقرف. يا جدعان نركز، ما تقرفوناش أبونا والنبي، نركز. يا جماعة الرياح مأثرة على اللعيبة، مأثرة جامد كده للدرجة دي. طب إيه يا جدعان، ما حدش بيشوط ولا حد بيعمل حاجة كأنه، راح فين يا سعود يا زفت؟ راح فين يا سعود يا زفت؟ يا جماعة جون غريب قوي بصراحة، جون غريب، يعني الجونين اللي جابوهم فينا أوراوا أجوان عكسية؟ يعني ده ينفع؟ يا لهوي على الرياح يا جدعان، الهواء شديد جدا، الهواء شديد جدا فعلا. يا جماعة سعود سيء قوي النهاردة، أقسم بالله سعود هيشلني النهاردة، سعود ما جاش الماتش النهاردة خالص. الكوموتو ده عامل ماتش حلو على سعود بامانه. يا لهوي يا بلاهي، يا لهوي يا بلاهي على القرف. مع بجد فريق اوراوا عامل تنظيم دفاعي مش طبيعي بجد، عاملين ماتش دفاعيا ما اقولكش خانقين الهلال، مفيش حلول. كاريو عامل ماتش اقسم بالله عالمي بجد، بس للاسف الجون اللي جه ده جون مقرف، جون يزعلك اقسم بالله، جون يجيب حسره. اطلع يا بلاهي انت وكان، انتوا الاثنين طوال قوي يا جدعان، انت والكوري اقسم بالله طوال جدا. اليابانيين بيردوا فيكوا مش فاهم، مفيش خالص حد بيطلع، يجي 10 ركنيات ولا 10 كورس ضربات ثابته ومفيش حد بيطلع خالص. روح يا مشايل جيجالو يا جدعان، يا جدعان يا جدعان حرام، هنجيب جوان امتى؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا كنو. يا شباب الحمد لله الحمد لله، صالح الشهر بيوقف عربيه نقل ما بيوقفش كوره. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الحمد لله فاجئنا ابن اللذين الياباني ده. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده لولا الرياح، والله العظيم لولا الرياح يا جدعان، والله الرياح كان واقف صفينا في الكوره دي. شايل ايه يا جدعان، هتيجوا امتى؟ هتيجوا امتى؟ حرام عليكم بجد، حرام يا جدعان، والله العظيم حرام يا جدعان، هتيجوا امتى يا بريك؟ هتيجوا امتى يا جالو انت وسعود وكريو؟ دي بيخش جون دي؟ حرام والله بجد. بص بص يا نهار اسود يا جدعان، ناصر لمين دي يا ناصر؟ الله يهديك وياخدك يا ناصر. ايه سعود يا جدعان، يا لهوي يا جدعان، يا لهوي الكوره مش عايزه تيجي ليه؟ الكوره منحاسه ليه؟ عاملين سحر على الجون؟ لا هو على المرتده، حلو حمد قوي بصراحه. عيني يا كريو يا جالو، بتعمل ايه يا جالو؟ ما تشلنيش يا جالو، ما تشلنيش، فاضل دقيقتين يا جالو على الجون، على الماتش ويخلص يا جالو. حد يطلع يا بلاهي، ايه شد بلاهي، تعالى انت بتدافع لهم يا بلاهي. كريو اه يا جدعان، يا لهوي يا جدعان، يا لهوي على النحس، الكرة مش ماشية خالص، الكرة منحاسة خالص مع الهلال. مين؟ صالح اجاله اجاله، لا 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 لا، حرام 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 يا جاله، كرة الجون يا جاله، كرة التعادل، ما تضيعش انت في الستة ياردة يا جاله، والله في الستة ياردة. يا لهوي يا جاله، يا لهوي يا جاله يا جاله، ده الجون بحر قدامك يا اخي، سايب الجون كله بتنشل في الجون، ازاي يا جدع ازاي؟ الحكم بيضيع في وقت مش عارف ايه، حرام حرام نخسر من اوراوا ماتشين والجولين اهبل من بعض، اقسم بالله اقسم بالله جولين اهبل من بعض. خلص الماتش يعني، حتى انت مضيع الاربع دقايق وخلصت الماتش. خلص الماتش يا جماعه، هارد لك للهلال، يعني الحمد لله كويس ان احنا وصلنا فاينل، بس كان في الامكان افضل من مكان بصراحه، خساره الماتش الاولاني بالذات ان هو يخلص تعادل، دي كانت من وجهه نظري كانت كارثه بصراحه، بلعب انا ملعبي وماتش يخلص تعادل، دي كانت كارثه وكانت ازمه كبيره جدا من ريمون دياز وبرده تاثير من اللاعبين.
حتى في الماتش ده بالذات في كام كور ضاعوا ما ينفعوش يضيعوا ما ينفعوش يضيعوا بجد. المفروض من اقل فرصه اجيب جون، من نص فرصه اجيب جون. معرفش في عدم توفيق مش طبيعي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هارد لك الهلال، الف مبروك لقراوة. بس بقى يعني مش عارف اقول ايه. السلام عليكم.